قالت صحيفة العربية الجديد إن هناك مخاوف واسعة في اليمن تسود نتيجة أزمة حادة تطال قطاع النقل بعد دعوة الحكومة وكالات السفر المعتمدة في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين للانتقال إلى عدن والمحافظات الخاضعة لإدارة الحكومة لمزاولة نشاطها. وفقا للصحيفة فقد عبر ملاك وموظفون في شركات ووكالات السفر والنقل عن صدمتهم ودهشتهم من الدعوة الموجهة من قبل وزارة النقل الحكومية في عدن التي تحدد لهذه الأنشطة والشركات والوكالات الأماكن التي يزاولون فيها أعمالهم. وفي تصريحهم للعربي الجديد قال ملاك شركات نقل إن الدعوة التي تلزمهم بالانتقال إلى عدن كانت مفاجئة لمختلف الشركات والوكالات العاملة في مجال السفر، وإن هذا النوع من الأنشطة والأعمال غير ملزم بأي جهة تحدد لها مكان عملها. بحسب الصحيفة فقد أفاد باحثون أن اليمن يشهد صراعا حادا للسيطرة على الإيرادات، وقالوا إنه من الواضح أن الطرفين يعيشان في مأزق كبير، خصوصا الحكومة في عدن التي فقدت المورد المتاح لها بتوقف تصدير النفط منذ أكتوبر من العام 2022.